بكم من جديد. نظم ديوان الرشايدة حفل تكريم للخريجين الجدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية وعدد من السفراء. يأتي ذلك ضمن لقاءات دورية ينظمها أبناء القبيلة بحضور عدد من وجهائها في الكويت وخارجها. وأكد المتحدثون في الاجتماع على أن الهدف منه دفع الشباب للانخراط بالسلك الدبلوماسي والحفاظ على التواصل مع أبناء القبيلة في مختلف الأقطار.